أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني. جزاه الله خيرا سيدي الشيخ فارح شغي حمل الإعلامي وحين كان لنا محاضرة قادنا إن شاء الله تعالى وقت كوبا موضوع الهمة العالية. موضوع الهمة العالية وموضوع بضان علماء كهالان وفي لي محاضرين بضان علماء وولين إنه وقلان كتب لقى قري أو حاد ونفسه أو أي تايه وحوي قفك بني آدم كينو يعني وحوي يعيش أو كسي فوبه لأنه الهمة العالية وحي كل منا يسوى حكسته وحكسته وقفك كده إن أي تايه وكده داله وحكسته ونعكسه وحواس منا يا الهمة العالية هدي عبادات كي تايه سينورك دونه هدي أخلاق ضع ونعكسه تايه هدي تجارة دي كنا عسقيا نلاش أي تايه هدي أي تايه وحبرشة دي يا تعليمتي يا تعلمكي وحويا دين عكس طلع إيوه وحوقفك بين آدم كوبا هي وحلا لا الهمة العالية الهمة العالية وموضوع وين أم لين وايين روها صوت قوم كرا أنت يا كسو أخري يا سود دياري إن شاء الله تعالى أيا وحيدين كتاب الدورة مركو هوري الهمة العالية وحين فسر الناس دعوا المضو فسر اللي بدك المدودة الهمة يا العالية يا يقوى الصلاة همذ كلمة الهمة عربيها ومن مصدر هم يهم هما بلغ سوقات وشي يجيب كهمي ونيودي قام بكو غاري ان هل كاس كتبت كلمة اسركي والهمة همي وحلا ما هممت به لتفعله همي هو وحقفك كهمي يسوه صمي أو ربين صمي همي ذو معناها همي أي يسكم بديه نوعي ماركز كتب ابن القيم رحمه الله علمك وين وحوي ليسقو همي ذا فصري الهمة فعلة من الهم بود همة وزنك هو فعلة سيدا يردد عربي القرية علمك صفقة همة فعل وي وحلق سوقات من الهم همي قالق سوقات همي وحلق مبدأ الإرادة وحلق الضونس تقبل عبنته كهميد شيء قفك كهمي وحاو الرباح بلوغي سوي إنو حطونه همة مركة الله إلا صدى الله دقنا وحلق أي كل ماتو والنهاية دي وي همي هو مبدأ الإرادة همتنا هو نهاية الإرادة نهاية الإرادة إرادة هلك أغطى بيسا همة لنا همي بيك بلان بيسا همة يكون مارسا صدا سامرك الموضوع عن لقاء حد ليان همي اللو سوق هذا يقول لبدا كلمة دو نسكم عن دوه همة اللو سوق هذا لأنه همة هو نهاية دي عربي لو حكو جرتا الملك الهمام الهمام بالا استعمال عرق الهمام وحلو جهد قف مضحة وشرف له وحلو جهد قف سيدة وحلو جهد قف شجاعة الهمام قفك يعني عظيم كا أي الغوط المال لأنه من الهمة همة ديس الرئيسي أي لك سوقات أرق كلاء العالية والله رعيه همة الهمة العالية لأنه حجرت الهمة الدانية أما الساقطة همة الرئيسة هي همة هو سيساجرت همة الرئيسة وطن ميل سرين قاعدة ربط يقفك أنه سيدان الكدون أنه كوقن عينين ميل غوصة ميل غوصة أنه كوقن عينين هل كوغوص الرئيسة وحبرش دول الرواء هل كوغوص الرئيسة قلت إنه كقع أخلاق دول عكسة وحب الرواء هل كوغوص الرئيسة إنه كقع عبادات كوغوص الرواء هل كوغوص الرئيسة إنه كقع همة عالية تسوي همة وحجرتا أن عالية هينة دانية وهو صيصة أما ساقط ودولك طال الله ودولك كل عالم كان همة بالهين هي كان ملخوصة
ku himoonaya sidii marka doona meel qosay himadiisuba inuu wax u cunay wuxuu cabay tahay wuxuu ku xidho ay himadiisu tahay kaana himadiisa caaliya lama yaraayo oo tu saaqita oo hoose oo liidata wey marka alcaaliya waa ismu faacil min alficli calaa yaclu culuwan alcaaliya waa ismu faacil oo ka yimid ficilka calaa yaclu culuwan ka yimid عالية كل شيء وأرفعه وأشرفه شيء كستا هلك وصل رئيسه وهلك وكر رئيسه وش شرفت بدن أي عالية مركا مركا إنه يسكت الراء الهمة العالية مركا النار الهمة العالية اللي بدك المدد اللي يسكت جي وحيصاب حيصا النية الصادقة والعزم الجاسمة والإرادة القوية الرفيعة والرغبة الأكيدة في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وحين نقول إنسان نية دبا أو سدبا قفكو نية دبا قبتو نية وحين نقول إنسان قوان يعني جاسمة قوان لا لا بشيء نقنقض لهي تردد لهي وحين همدا عالية نقول إنسان إرادة قوية رفيعة قفكو إن كتما طونس aadu sarreysa oo aad u xog badan inay ka timaado oo uu rabay inuu wax xaqiijiyo oo uu ka gungaado waxa weeye raqba akiida aadu u toonayo oo aad u xiisaynayo oo aad u jecel yahay fi tahalli bil fadaa'il wa takhalli 'an ar radaa'il himmadii wanaagsan ee intaas lagu soo koobay waa qofka نية صادقة لي مادة وأنا ذاك لي مادة وأن تردد لهي إرادة هي طونس هي الرغبة أكتي سايت هاي وحو ربانا وحوي ونيوني وحقي تشيني ودا دالي أنا وحوي لبدا كلمة دود بالغصو قومي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل التحلي والتخلي ولا بك كلمة دود اسبوعي ويسلقه التحلي عرين فصاح ديسو كلمة ده يسلكانشة حق وزن جي يسكو إجا كانشة يين المال حتى قوة رب ما أدان مرك قرق يكجرة التحلي والتخلي الفرق قولنا حيق اللي بدأ كلمة ده أنت يسكو جرة الفضائل هي الرذائل لبضع سنة حق ميزان كنا ويسلقه فعائل الله منوي قوة رب ما أدان himada caaliyada waxa laga rabana labada kalmadood ee ay lagu soo koobi karo atahalli bil fadaa'il wa hawaya fadaa'il wa waxa la wixii wanaags radaa'il wa waxa kasoo horjeeda wa waxa la wixii liita waxa la wixii fiican wa fadaa'il ee darajada ee sharafa ee dadku sharaf u arkaan ilaahay rasuulshiisu sharaf u arkaan ee wanaagsan inda allahi wan nas fadaa'il bal waxa ka soo horjeeda raday waxa la wixii liita in la xaqiro ee maansa sharaf dhaca wax la ila raday marka labada arimood ay iska soo horjeeda midna waa lagu sifoobiya waa la isku qurxinaya atahalli fadaa'ilka waa la isku qurxinaya waa lagu sifoobiya midna waa la iska sifaynaya waa la iska nadiifinaya atakhalli way التخلي عن الرذائل وحكو السفوة بها قفكو بالفضائل وحانو يسكسف فينا يا وكفو غانا يا بحي وحكا ستول لي داتا سفاكا ستول لي داتا وشرف نعا هيو قفكو كرنا يا رابي وحلا وحي وناكسن أنا فضائل بصوك لي وحلا وحي لي تنم حصوك لي رذائل بصوك لي الله وضع نعو المضوء حيرا هذا بتكاهو الرأي التحلي يتخلي سكلي ما مرود قالوا واحد هذا التحلية والتخلية واحد هذا التخلية ثم التحلية تخلية ده الرئيس قفكم مركو الربين سقرحيو ودرع سبقاته أو مجرن سا عذر استعمال مرصده أو سقرحية مركو طارو يسند أرتو يسندي فيها وصام يدا وحيد دبي وسكن جري بورتو سكن ندي فيها تركب سبون محيط والتخلية تاس
كدب ودرك مركز سنديفية كدب ودرك مصباح داقن أو عذر كي مرصدا أو إسقرحين مركا إسقرحين تواحا كوريس إسا صفين تا كوريس هرطة إسنديفي كدب ندرك قروح بضان إتسو وضطو مركا حلو أما عذر كاد مرصان إسو مركا مرصو صفات كحنبا ورطة لقفو غانية أولا دبادنا صفات كوناك سنبال إسقرحين الهمة العالية ماذا أكوص الرئيس؟ هذه سكة الأوردي وحوية الهمة العالية هي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور همة عالية وحلها إنه قفك يا رئيسته أو وحي الوارد نهاية هي الدرجة هل كل دماته وحكوه سيئونا إنه يا رئيسته وحو ربا قمضة بورتا ألكو قصر ريسي نوكاد فكتا وحكوه سيئر من إنو كسر نقضة هل كان نحن وان دالي ويلاو نحن كسر نقضة وحو ألكا همه سيسا ألكو قضم بيسي نوكاد وحينتا ألكا كسوه سيئر نمو حو ألكا وحيرو ليتا لكن وارنها وناكسك دي وحو كنت دالي وحكو قصر ريسي كاد من معالي الأمور وطلب المراتب السامية مال سرين قفت الراديوي درجة سرين والاستخفاف بأوساط الأمور الرمها مالها النحاء وفضى ديستا ويرى يستعبون إن لا يرى يستوي والهمة الدانية همة سريسات أسوي قفت مال سريه يكسدو همدا الدانية هي كهوس يسأل لي إذا تناو حوي إنه قفك النفتي س ضعيفته أما هو سب واحد ضعيف في سقارك الرجلي سين وصاق عبيه وإلى هذا كان مجاني كرتين وحامس سمين كرتين وحي المرق وقبتين وح بدن واركو هدو حوجا الدنيا بحيان حوله بدن بحية سقارك هدو يرد ده على صعدي الله بس عضد بوق كتاب خرستو ما بوق خرستو عشر دال عضين وسقارك إن أنتي الله ربي واجب كين وقصاب حي بحيل الله ربنا نور ما يستري وحوي الرضا بدون ما الحسين ورعلك النقطة أرضي دي وكلام مركا كسوق عندنا كلاس كلينو باسة كلي أرضي دا باستي قدوبتي متحاك قدوبتي كلينو كجرو وقف رح صرا هل كي هينو كي هكسدينو قفك كوباد نقضو ومركو كلاباد نقضو أرينك الددال كبيري وكو قنعي وايو أرضي كلاباد نو نقضو كلاس وكو أي قنعي وايدة تاس نقضو وينا ون نقض رقم واحد مدينة وحو مبسوط كوي هي إنو سو قدبي وعن الرابين وأنا امتحانك يكون بعينه مبسوط كويه ما أنا هم مكدتك كلا دواني هم مكدتك تدك قارك مياني هو سودي أمير هو صاعني كرالي نقل وحكري الأرض جاسينو ترتموا ودلالو وهالك وجوه رسول قال ولكل مجتهد نصيب قف كستو دلالنا دلال كيسة أنت بلانك مقال هم بكاه لا دلال كيسة لكل مجتهد نصيب وحيا قفكو مركو قبطين وقبطين واركين وحوين قبطين وين تاسرع لك النقطة وبورتا هستي دو كسور نقطة هل كيلا ربي قايه اللو صعدالك والك ووسر يسكي قال لها دين عيقه وكسور نقطة سيدو شاعرك لها ومن يتهيب سعود الجبال يعش أبدا الدهر بين الحفر بورت واتو صالح بورتا لغا بحيا جيرتا لغا بحيا لك ووسر يسكي لغاريا تصالوي إنه لا شرط بعوض وذا شير تاية كذا تاية بورتاس والله جب حياة وطعم يكيد لقى جب حياة مركانيك بورتا مركو صداوي يا جهل كايس كفر يستين عارم كم بيحكري يكمل مركو يسكت ده نحنا مركو هالك مارك صاحب عمر يجي هذا أنا جاي تاسي بفلا شو دوين بس وقوي مال في عمان مرة الحمد لله مرة دا أنت سوقي شو دوين بس وقوي يكمل نحنا كصورنا ولا برتك أنت عن قمة دي قاري القمة هل كو وصل يسين تنقالين ولا همدو دوا الدانية ساسي لين برمض ويوصل يسين همدو وحي هيدين وكذيدمو أو ديديدو أو رفاضو إلاو هل كو وصل يسين هل كو وصل يسين ويكسدو وحكوه سيين عن كوبنين الهمة العالية ولا ليال وحي لا ضحي درجات
dadkuna way ku kala degsayeen laannahu dadka wax ka mid ah dad himmada jecel meel sare inay gaadhaan macaali umuur darajo sare martabo sare aqoonta iyo cilmiga iyo cibaadada iyo dhinac walba laakiin carabka keliya uu ka sheega wax ficiloho la yimaado oo arrinta himmadiisa ku xaqiijiya lama yimaado halkaasuu iska fadhiya wax dhibaya wax juhdiya wax dadaalo bixiya diyaaru ma aha meel sarana uu ka sheekeeya iyo himmada sare iyo halka sarana uu ka sheekeeya dadka kuwaasaa ku jira laakiin kuwaas waxaynu ognahay inayna waxba ka socon waxba inaynay ka socon ayaynu ognahay ninkii lahaa laa taxsab ilmajda tamran anta aakilu lan tabluqa almajda xataa talcaqa sabira majdiga iyo sharafta ma waxaad u haysataa buli timir sidaa loo cuno oo macaan fadhiga lagu cuno miyaad u haysataa buli waxaa loo soo maraa buli sharafta hawlada lan tabluqa almajda sharaf gaari maysid iyo halkaad yigsanayso xataa talcaqa sabira ilaa aad dacar soo cunta buli ilaa aad dacar u leefto macnaheegu ilaa aad kadeed iyo dhib soo marto meel sare ma gaadhaysid waayahay waxaa ka mid a walaalayaal dadka man laa yaglubu ilaa safaasifa alumuur wadanaayaaha wayajtahidu fii taxsiiliha dadka qaarkood halka horumarka iyo xagga sare iyo darajooyinka fiican loo baratamayo qaarna xagga sharkay u baratamaa qaar baa xagga kale u yaaca oo xagga kale u badiya dadku marka xaggaa hore u ordaan qaar baa dib u orda qaar baa xumaanta ku tartama foolxumada iyo macaasida iyo inuu qofku qof liita noqdo oo meel u diiran aanu jirin qof qoyan oo meel u diiran iyo wuxuu dhowranaya aanay jirin inuu noqdo qaar baa dadka xaggaa u baratama oo xagga xumaanta u yaaca cibaadaadka marka loo yaaca xagga macsiyada u yaaca marka way jiraan dad arrimaha liita iyo qashinka iyo foolxumada ku dadaala oo xagga wanaagsan iyo fadaailka himmadiisuba aanay ku jirin waxaa kaloo dadka ka mid a dad iyaguna himmadoodu aanay fiicnayn oo hamigooga meel soka dhigay oo wuxuu ku hamiyaaba tahay inuu wax cuno iyo inuu xabo iyo inuu wax xidho labis iyo cunto iyo intaasuu ka sheekeeya iyo sheeko hamigiisu waa inta huwa yaciishu liyaakul walaa yaakulu liyaciish waa laba cibaaroy kala duwaa dadka qaarkood yaakulu liyaciish waxay wax u cunaan si ay ugu noolaadaan dadka qaarkoodna yaciishu liyaakul waa la kala hormarinayaa wuxuuba u nool yahay ujeeddada hadafka nolosha uu ka leeyahayba waa inuu wax cuno wax cabo yacni wax xidho intaasuu noloshiisaba hadafkiisaba waa inta xayawaanaadka weeye nolosha xayawaanka weeye taa kaas ka u noolun inuu wax cuno laakiin dadku hadaf kaley leeyihiin saanka saxdii maaha wixiisu hadafkiisu ujeeddada cunto iyo cabitaan maaha cuntada iyo cabitaanku waa wixii uu isticmaalayay wasiiladii meel gaadhsiinaysu meel ku gaadhaya weeyaan dadka qaarkoodna hambigoogu waa akli iyo shurbi iyo lubs iyo wax la xidhiidha oo aan waxba dhaamin weyn waa kuwii kuwaasi shaacirku ku yidhi innii ra'aytu min almakaarimi xasbukum an talbasuu khaza athiyaabi wa tashbacuu faidaa tudukirat ilmakaarimu yowmaha fii majlisin antum bihi fataqannacuu shaacirkaasi qol wax ka sheegaya wuxuu yidhi anu waxaan u arkay buu yidhi sharafta marka sharafta laga sheekaynayo inaad idinku ka qaadataan keliya oo idinkaga filan yahay inaad dar xidhataan iyo inaad degtaan intaasaad idinku sharafta u aragteen bu marka makaarimta iyo akhlaaqda wanaagsan iyo deeqsinimada iyo gacafurida iyo geesinimada iyo wax kastoo fadiilo kastoo wanaagsan laga sheekaynayo fii majlisin antum meelaad idinku joogtaan haddii kuwaa lagu soo qaado fataqannacuu buu yidhi idinku foorarsadood idinku istuuduuba ishagoogo kuwaa waxba kama taqaanaan idan inaad wax cuntaan iyo inaad xabtaan baad u nooshiin marka makaarimta lasoo qaada buu yidhi idinku hoosu foorsada wuxuu ku dhaliilayaa inayna hambi lahayn oo himma caaliya aanay lahayn
وهم جوجو وين يهينو حنين وحب أن همم كا وحوص الرئيس قفك هم بيجي سكر دجا إنه قالوا وحيله سبحانه وتعالى رأي قليلي إلهي رسولك سوحي جعله سدوء قال له حق جله همدي سيلو قرده وعبادات كي أخلاق ضبوه الرئيان وأقولتها جهل لقلب حي علم الشرعي ضبوه الرئيان ضبوه الرئيان هم بيجي سقفنا كاكرده كنت دالا تطك هي ممكوب كاسا ونص الرئيان وعباداتك وتزكية النفوس وأخلاق دي ونكسري ما السرين وكجاره يعني إله سبحانه وتعالى يرسوك سوحي الرجال الجليل تدك همك عالي علىها وحكم بذا ولا ليال علمت سوق هذا ربيعة بن كعب الأسلمي صحابي جل ورجل وحلي رسولك كوني صلوات الله وسلامه عليه صحابي جسل يودي سبوك يروح يودي مركز صحابي يروح أسألك مرافقتك في الجنة وحكو ويدي سريا إن الجنة كل رفيق والجنة على ملك وقلب أيام ويدي سريا وهم عالية لأنه دتك قال كده وحور لها إلى الدنيا مارك سعيد ولا يحولس ولا يسير رزق واسع وحلال إلى هاي مسيا يا رسول الله يبر وحي إلى هاي سيو هم دي سؤال كم رئيس هل كوص الرئيس أسألك مرافقتك في الجنة وحكم إذا سحابي جي عكاشة ابن محصن عكاشة ابن محصن مركي رسولك كشيك يا صلوات الله وسلام عليه تطوات كيكون أمدي سنة كم إذا وجنة قل الدونا بغير حساب ولا عذاب تطوات كون أو مطي إذا كم إذا وجنة قل ابن ابن صلوات الله بغير حساب ولا عذاب أي واحد يستاجي عكاشة مركز يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم إلهي يبرم لنا قوة كجر تضبط كأكون يا محبلا ودينين تضبط كأكون حسابي عذابي واحد صمر يعني أنا يشرين على طول جنة وقلي إلهي يقول طري يبرم صحابات رمضان بافرد ذي ماشى استجا وجوه الرجال لسوبه مركز رسول كل صلوات الله وسلام عليه أنت منهم كم إدبات هاي بود كواسات كجرت وكنك لنا كود ينجري ونجري أنا يبري يا رسول الله إنا كم النقض سبقك بها عكاشة حكمة الله صاقة تقول كمر والله صاقة سبقك بها عكاشة بكل نبي عكاشة كعجب ذيب نك يرتب فكري إذا أديك لو على سقوط الطير نك يرتب اللي سوبه ذي هالك فكر كيس سقط هيا إلى هيك وارساق عكاشة كعجب ذيب هالك سكوي كلا قاموس وهم عالية وحكم بذهم ماذا عالية حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليك ورمي إن ضدك أعماشي أي سميليين قفوا البوآتك وتركي سنجري أوآتك وقفعنا بابك يعني الجنة مركو قال يا بابك يقول له بياري وقفك من أهل الصلاة باب الصلاة الجنة كقل الدول قفك من أهل الصيام باب الصيام الريان إنه الباب كقل الدول قفك من أهل الجهاد باب الجهاد اللي هو يريد الجنة هل كان كسوا قال لورنا قفوا الباب عبادتي وآتك وتركي سنجري وآتك وقفعنا سأقول عبادتك كنا نقفك أن ما سأضيع عيني أيان لغي يبدونا مركز أبو بكر مركو الحديث كان رسول صلى الله عليه وسلم كور رمي أبو بكر استاقروا حكوري بأبي أنت وأمي يا رسول الله ويدي يا أباه ما كنفرنا رسولك إلهي نكي لغي يرو أبواب تعمدون لغي يرو ما عليه من ضرورة ما عليه من باس واحد بصر يا رسول الله يقول لي باري يقول الباب بدأ مدون كي لغيره ويالك الجنة كسوق الله لكن مجرى يقول كو الباب بدأ صردن لغيره مجرى مركز الرسول كويله ها وأرجو أن تكون منهم وحن رجيني يا ابونا أنا أذكرك من نقطة
kuwa albaabada dhamaantood looga yareeyay albaabada jannada qofku fi nihaaya mid uu ka galay laakiin waa min baabi takriim baabu salaad baa looga yareeyaa baabu soom baa looga yareeyaa baabu jihaad abwaabtii khayrka oo dhan ayaa looga yareeyay baabkii cafwiga dadka u cafin jiray akhlaaqda wanaagsan moogta cafwiga iyo tasaamax baab buu leeyahay jannada looga yareeyay albaabada oo dhan baa looga yareeyay waa min baabi takriim wafi nihaaya yadkulu min baabi waaxid waa hima caaliya wuxuu weydiinayaa abuubakar rasuulka salawaatu llahi wasalam qof jannada galay oo jannadii albaabadeedii looga yeedhay oo halkan ka soo galay yidhi ayuu leeyay ku looga wada yeedhayaa ma jira oo intaba qima ku ahaa cibaadaadkaasoo dhan mid walba halka ugu sarraysa ka maray oo mutaystay intaba looga yeedhay abuu hurayra radi allaahu canhu ayaa wuxuu wariyey wuxuu yidhi rasuulkaa salawaatu llahi wasalaamu calayhi maalin ugu yidhi haniimaanghanaa'imka iyo wixii gaalada laga soo helay xoolaha loo keena nabigay wuu qaybin jiray markaasuu abuu hurayra ku yidhi maanad iweydiinaynin iweydiisanayn abuu hurayrow waxaan dadka kaliba i weydiisanayaane xoolaha iyo adduunyada maanad waxba iga weydiisanayn markaasa waxaan ku yidhi uyihi abuu hurayra as'aluka an tucallimanii mima callamaka allah anugu waxaan ku weydiisanayaa wixii ilaahay ku baray inaad i barto wixii ilaahay ku baray macnaheedu adduunye uma baahni wey adduumiye uma baahni cilmigii ilaahay ku baray inaad i barto markaa rasuulku wuxuu yidhi abuu hurayra rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayhi go'aa sitay oo aan dhabarka ii saaraa ayuu soo jiiday halkaa horteeda ayuu kala bixiyey oo sidaa u fidiyey sidaasaan u eegayay buu yidhi iyadood moodayn masalan aan eegayo quraanjo dul socotoo kale sidii aan eegayay yaa saa u eegayay buu yidhi go'ii la kala bixiyey ee nebigu kala bixiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh markaasuu ii waramay u xadiidkii u waday u cilmigii ii waday markuu dhammaystiru yidhi isku laabo oo qaada buu yidhi oo isku dheji go'i sidaa intoon iskugu soo laabay baan arkaa laabta ay xaggayga u soo qabtay buu yidhi waan isku soo dubay dabeedna waxaan sarkay buu yidhi anoon xaraf ka ilaawaynin nebigu salawaatu llahi wasalam calayh wixii uu sheegay xaraf ilaawaynin waa hima caaliya hima caaliya waxaa kale ka waramaan culummadu cabdillaahi bni cabaas xabru haadihi alumma ummaddan caalimkayga inay yar buu ahaa nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh markii uu dhintay kadibna wafaadkii nebiga salawaatu llahi wasalam kadib wuxuu aanba baxay cilmi dalab yacni inuu cilmiga raadiyo dalabulcilm saxaabadii ka waaweynay ayuu ka baranayay cilmiga oo wax weydiinaya oo kulba mid ka qaadanaya waxaa la wariyaa wiil ree ansaareeda ayuu cabdillahi ibnu cabaas wuxuu ku yidhi aan cilmi raadin dalabulcilmi aynuu baxno oo cilmiga aynu dalabnay an israacna kaale buu yidhi oon cilmigaa markasa wada raadinno marka wuxuu yihi waayihe inankii wuxuu ku yidhaala yidhi markaad cilmiga raadiso een cilmigaa dalabna een baranno maxaynu noqonaynaa markaasuna culumaan noqonaynaa markaas wuxuu ku yidhi ma waxaad rabtaa buu yidhi iyadoo abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan joogaan iyo cali saxaabadii waaweynadii iyagoo joogaan inaad culumo noqoto miyaad doonaysaa buu yidhi ood adigu culumo noqon kartaa buu yidhi wa fi lqowmi haaulaai ma kuwaasaad la baratami kartaa ood la tartami kartaa buu yidhi wuxuu yidhi wuu iskaga tegay anigu wuxuu yidhi halkaa dalabkaa ma gali karayo xirfad kale iyo wax kale oo ku shaqaysto ayuu iska bartay yidhi adduunyada kaga xoogsan cabdillaahi ibnu cabaas ladariiqii dalabulcilmiga ayuu raacay isagoo da'yar waa kii caalim wax la weydiiyo oo cid waliba u soo noqoto oo fiqhi iyo xadiid iyo wax walba wax laga weydiiyo isagoo da'yar noqda oo dadku iskugu yimaadaan oo meel walba looga yimaado marka waa hima caaliya wey dhinaca kalena waxaa jira tusaale loo soo qaadan karo himmada hoosaysa waxay culimmada soo qaadaan sida mucjamu dabaraani ku taala rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaa dhacday waabuu safray safar u baxay baadiyaha dabeedna wuxuu ku degay nin caraabiya ayay marti ahaan ugu degeen uu soo dhoweeyey ninkii caraabiga uu marti geliyey
ان markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam babaxay ayaa wuxuu ku yiri hadaad madiinada timaado ka arabiga soo dhaweeyay buu kuleey madiinada hadaad timaado soo marbo oo ay kaalay xuraba marti gelintii uu sameeyay iyo kraamkii uu sameeyay uu ka abal maray daayiman rasuulku sallallahu alayhi wasallam saas u yeeli jiray oo qofkii ihsaan iyo sabafal iyo wanaag u sameeyay wanaagga uu ka abal marin jiray wax ka badan buu markaas u soo celin jiray ninkii carabigii baa muddo kadib yimid madiina rasuulku soo maray salawaatu llahi wasalaam u yimid nebigu uu soo dhaweeyey uu martigeliyey wuxuu rabay buu siiyey markii waa babaxayey buu ku yidhi i weydiiso maxaad weydiisanaysaa buu ku yidhi nebiga ku odhanay salawaatu llahi wasalaam salni acraabigii wuxuu yidhi ma taqaana daabatan arkabuhaa buu yidhi daabo aa fuulo faras ama awr ama wax daabo oo fuulo ayaan u baahan uu inaan ku weydiisanay markaasu yidhi waa soo siiya markaasuu ku celiyay haddana rasuulku wuxuu yidhi weydiiso wuxuu yidhi ay baan doonayaa buu yidhi ay xoolaha ii ilaaliya buu ay adhigayga ii ilaaliya ayaan isagana rabaa buu yidhi kaana u raadiyo yidhi bal meelaha weeg soo siiya haddana ay weydiiso yidhi nebigu salawaatu llahi wax kale la weydiiso markaasuu yidhi addoon baan doonayaa buu yidhi reerka u shaqaysa gabadh addoona oo khaadimada hor reerka u shaqaysa markii saddexaad weye buu uu nebigu yidhi adiga waxay weydiisa adduunyan buu ka sheekaynayay meelo sokay iyo wax yaroo la fuulay iyo sow himay hoosaysa maa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh acjazta an takuuna ka cajuusi bani israa'iil acraabiyowma waxaad keeni weyday buu yidhi islaantii daad ahayd ee reer bani israa'iil inaad la mid noqoto miyaad sidii islaantii oo kale yeeshid buu yidhi reer bani israa'iil markaasay saxaabadu weydiiyeen ee ku yidhahay yaa rasuul allah wamaa qisatu cajuusi bani israa'iil islaantaa sheekadeedu maxay ahayd buu yidhi islaantii reer bani israa'iil wuxuu markaa ku yidhi rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayh nebi illaahi muusa markii uu rabay qoomkiisa inuu soo celiyo oo xaggii masar masar uu ka soo celiyo ayaa qoomkii wuxuu yidhi yidhi waan guuraynaa waa marks diyaar galoob dabeedna waxay yidhaahdeen buu yidhi nebi yuusuf waa markii u horreysay nebi yuusuf calayhi salaam waa kii keenay sababtiisa ku yimaadeen abnaau yacquub yacquub iyo wiilashiisa ay walaalaha ahayeen yuusuf waa kii ka keenay ma ogtahay halkaa ka keenay ee masar keenay markaa markii uu dhintay buu wuxuu ku dardaarmay bay dhahdeen haddii halkaa reer bani israa'iil ay ka guurayaan inay isagana haygaga tegin uu yidhay dhahdeen aniganay lafahayga qaada oo halkaadu guuraysaan uu geeyay markaa dhulkan kama tegaynoo nebi yuusuf yaa dardaarmay inaan ka faaruqin halka haddii kalaan isaga qaado markayse soo taageen buu yidhi waayna qabru yuusuf buu yidhi nebi illahi muuse aawa qabrigii yuusuf siduu dabaraani warinay waxay yidhahdeen islaan da'a keliyaa garanaysa qabrigiisa innagu ma garanayna islaan da'a oo duqa ayaa qabrigiisa garan islaantii baa loo tegay waa islaan aada u da'a oo waxa weeyaan yacni maarsa aakhiruulcumri joogta waa loo sheegay waxaa lagu yidhi halkaasaa doonayna inaad na tusto waa kan nebi illaahi muusa baa nala socda waxay tidhi yaa muusa kuma tusaya bay tidhi ilaa aad waxaan ku weydiistay ii yeesho qabrigaa kuma tusaya markaasuu yidhi wamaa su'luk maxaad weydiisanaysa waxay tidhi waxaan ku weydiisanayaa as'aluka muraafaqataka fi ljanna jannada inaan kula galo oo kugula rafiiqo ayaan ku weydiisanaya way ku adkaatay nebi illaahi muusa arrintii waxay yidhahdeen waa loo waxyo nebi illaahi muusa ilaahay baa u waxyooday waxaa lagu yidhi u ballan qaada haweeneeda waayahay bu waa ku ballan qaadaya markaasay tustay meeshii geysay oo ay tidhi halkaa qoda halkaasuu qabrigii nebi illaahi yuusuf halkaas weeyaan ay tidhi markaa haweeneedaasi nebi illaahi muusa maxay weydiisatay iyadoo qabri inay tusta keliya laga doonayo maxay ku bedelatay markay ogaatay inuu nebi ka doonayo yacni loo waxyoonayo inuu ka doonayo arrintaa markay ogaatay maxay ku bedelatay iyadoon camal badan iyo wax kaloo samaysaan laynoo sheegay waxay ku bedelatay jannada inay weydiisata halka ugu sarraysa intaa miyaad garan weydu yidhi acraabi islaantii reer bani israa'iil oo kale sideedu inaad noqoto alhima alcaaliya
يهمدا يعني وحوية سريصة الهمة العالية وحيلها ثمرات ثمرات يفايدوا لقى قال قف قدوك سفوه همة داسي سريصة أو كد دارو أو طموح يش طموح مال إنه هيكسر أو مال صعد صعد أو مالها نروكو قنعين وهبين يدران كد دارو صاحب الهمة العالية فوائد قالوا يا ثمرات هلاج كو تحقيق كثير من الأمور التي يعدها عامة الناس خيالا لا يمكن تحقيقه وهو حقيقية أو كدبية أو قادة وحيا بطت كرية وهيستع وحان الحقيقين كري وحان لقاري كري وهواوية وإلا يا أبا قفك إذا هو حاصل ربعين قادة هل كاصل ربعين قادة أيو قادة قفك صاحب الهمة العالية ما لا ريدتك كفي لنه من أيو قادة قضبك الله بعد وحوية فوائدة كمدة الوصول إلى مراتب عليا في العبادة والزهد وفي كل شيء وحقاريا مرتبط صريح هدي تاي العبادة دي تاي الزهد أخلاق دا علم دا وحل وحي وكد دا وحقاريا صاحب الهمة العالية مال صريح مرتبط صريح أيوك قاريا معاذ رضي الله عنه صحابي أي واحد لقوري وهو على فراش الموت إنه الله يسبعه سكراضية وسكراتك هيو اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكث فيها ولكني كنت أحب البقاء لمكابدة الليل طويل وظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر وحل قوري يا سحابي ياسين ويلي مركي بمنعي إله واحد أكته إلى أن الدنيا دينا سيج وقت علي يينا قوة ربنا وقت دارنا قصين نولاد لكن واحد جعل الدنيا دينا قصين نولاد إنا قصين نولاد واحد نجعل إنا هابين في عبادة وتقنا ما لنتا كرول لإله درتي وهراد علومنا جلبها كعريريو وجلب كي يودويو مركي حلق الذكر ذكرك حلق ديس كجرة أقوانت يا علمك يا ذكرك يا إلهي الحصي يا إنتم صفك علوم هذا يا حلقة علوم هذا أنا صفر إستو وجلب كجلب كوصا وأنا علمك اللي إستو إنت سيداني يجري الدنيا ده سيجو قد يدوم مجعل هذا لكن إنت صار مجعل هذا أبين كان لك فايدة سرية اللي استاقي ما لنت لك فايدة سرية اللي صومي يا حلق ذكرك الله قيب كرم يا لا إله إلا الله سيء علم الدين قال شرع قال قول قال إن الحقيقة كقيم قال جلب جلب كوسار أنت سنة دوية دين سيج وقوج على ذلك يا دكتور دكتور يا رب إن أنا وحكلا أنا جاري ولا لي الثمرات كا وحكم بذا وقال صاحب الهمة العالية وحكف قادة رماها هوسة يا أخلاق دليلته يا مل هوسارا لأنه هم عالية هو مل صار وصارا صاحب الهمة العالية يعتمد عليه وتناط به الأمور صعبة هم عالية قفك مركوليه تدكوي كوكر صنادا سجل الودايا حوله هم الباقي صباحي هو شاي نقف لنا الودايا لك مال سكينة نبدي نبال لوجي هارك مال نحينا نبدي الرماها ضقبا يسجل الوطرة كل هذا هذا بو علمك قلعه لأنه هو الربعين الدلال أو ميلس رجال صاحب الهمة العالية يستفيد من وقته وحكفة إذا استاقف وفك همة عالية له وفوائد كهمة عالية له وقته يسوي كفة إذا سنة وفك أنت همة عالية له وقته يسوي كفة إذا سنة والدلالة سيدي النبي إمام كوينة شافعية ذا محدثين تبع إمام كوينة الإمام النووي لجوريو تاريخ لسه مرك لقى شاكينه ما لنتي وحدك جري لبيه ثمان درسي لبيه ثمان درسي وقارفوا دروس وويه
وشرح هي تصحيح هي تفسير هي وح بسكو جرا لبيه تودرس بودي جرا لبيه تودرس يوكل دول كل يوم دايرنا هو شيخ عسو كبد دوري أفرطن بيها دارس مركو بد رحمه الله كتبته يوم مقع فقه الشافعي حديث وكل يهنا ودكتي الإمام النووي وحوي دايرنا دوري أفرطن كارو كبد dada inta leeg iyo waxa soo dhan ku xaqiiqay oo waxa soo kutuba ku bartay dibadeedna ku qoray oo ku dejiyay maalihi macaaliyaha biyaadeen qof aan nasanay in habeenii dhalaa markuu dalbaya haday tahay ee uu ardayga yahay iyo marka uu sheekh noqdo oo dadka u faa'iideynayo ama kutub qorayo haday ay tahay himma cali waynaan maanta waxa la waxaan ka naayay inay jir حتى القراءة بدك ممكن لآخر سيرة فضل هنا كتب القرآن إسكدعي هو كتب التحقيقية إسكدعي وحوي آخر إسكيب وحيل القرآن وحيل القرآن آخرية كله وكفى إذا يعني قال لا الهمة العالية ولا ليال صاحب الهمة العالية يكون قدوة للناس ونعم القدوة قفك همدا عالي قال له روح النقضاء ضدك قدوه النقضاء إمام هو النقضاء ضدك يكتان ويكون ضيضا وحكر صوقا ضاك ضعيفك همدا يسو ضعيفك طيب وكون ضيضا كرب صوقا لأنه هو القضاء يعني سيدا قفك ساحب الهمة الضعيفة والدانية وضدك هو سجيد وهو سجيد وهلك يسبو جوجي بورت هوستيدا حفر كي يبودت كي يبهرها وكجرو تدخل ويا روح كابوس ديمسو جيلي أو تدخل يجبيني أو هوسو عليني صاحب الهمة العالية تدخل كلا حتى كون تفاع ودرجيني سيكت وكنت أيضا ويرى هذا وين هلك قال ولا ليا وحكى لو جرى وأن كسو ختمية محاضرة وصائل رفع الهمم وحيابو قفك قعا وليا إنو همدي سكرقا همدي سكرقا وحوقه الرئيس الدعاء والالتجاء إلى الله دعاء يا لبريغ يقفك من إله سبحانه وتعالى وحويا الهوسقل إلهي سحره إلهي يقل قارسده توفيق إلهي بريو تصوره ليس لأنه كل شيء وليس الهمة العالية فقط وحكستا إلهي سبحانه وتعالى كعنتي سكوتر سقى غني هو بحية سقى غني هو بحية مركا قال كود حدي قفك الددالة الددالة لكن توفيق ذا إلهي يوافى جنتي سيء عمك سؤال جري تدال كيسا قفك هلاك ونقى تدال كيسيب أهلاك وحويا إلهي قفك ونسكح ودائما قفك مؤمن كان طبيعة ديس وصدا قفك مسلم كان مؤمن كان طبعي يسروا إلهي قفك وحول بإلهي ويجيست حتى وحويا إن إلهي ويجيست تنوى بهم عالية يمال صار قفك نينو قارو ilaahayna wax xaqiiqiyo waxa uu rajaynayo marka waxa ugu horeysa qodobka ugu horeysa waa la bariga waxa kale iyadana min wasaayil raf'i al-himam kamida al-mujahada badlu al-majhud inu qofku dadaal bixiyo mujahada waxa weeye jihad dadaal gair caadi ah weeye dagaal weeye kifaah ya halqa وحسب فضيل نبوقة نبوها لي يا رجل لولا المشقة ساد الناس كلهم شاعرك حداني ببجرين تدقوا وضع مضحبين نقول لها يبدو تدقوا وضع مضحبين نقول لها نول بوال أمان لها الجود يفقر والإقدام قطال وحب حينته وحل قيا بقول دي قفك وحي وهي استيبوا بحيني إلهي سبحانه وتعالى إلهي درتي مرقوب بحيوسه ويداراني لكن أرتجى بكيسي وكسار يدوي نين با باركسا أبرا يا ريبا وحبحين كرا
والإقدام قطار طقال خرجات كنا وحولي بركو قفقو قلو أو طقال خقلو هرو قلو دي وقرت هرقن قوين كرابود مركا دبا يعني وحوي الأمر يا شرف كستي وح كستو ونعكسن دبا الأمر قفقو إنه جهد بحيوية وح فرد قوي مريا مجرو وقوي إني مكيري الراحة في ترك الراحة الراحة في ترك الراحة راحة وحي كجرتها إنه قفق الراحة كتب راحة وحي كجرتها محي إنه أدنى سطوت فريسة الراحة مهم إنه الراحة كتب تود راحة إسكيل على صوت وطعم يما شققه شو إيه الراحة كجرتها مركا الدلال يجوه إنه قفق الليمان وحكم إذا وصايش اعتراف الشخص بقصور همته وأنه بحاجة إلى رفعها وتطويرها إلى الأفضل إنه قفك الضريمه إنه قابس حتى قفك الدداله وإنه مروى البيّر يستد الدلال كيس إبادتي سيّريسته أقونتي سي علمي سرد عليه الوضع إنه كرسه وهو مريء نفكيس ومن الوصايا إيه المركة طلابة قاطعة تسكوها ركتين كمال كي قال يا هلكي وقف عيني أضمريس علمي هلكي وقس الرئيين أضمريس عبادة عد كاف عنينا نيشر دهروس عنيس قف وين اعتراف قصور كيس يقابس كيس وين قرط وحكم إذا وصايش قراءة السير سير العظماء الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم تتكون أكسنة تتكون أكسنة يتتكي مقرنة سائل عظماء إن سيرة ذو الآخر وتاريخ ذو الآخر تاريخ ذو الآخر وصحابة ذو المهرس وحوية سير قوى عبر السير في السير عبر وحكو جرتا وحلو عبر قاتل التاريخ وحكو جرى قوى فشل مي وحكو جرى قوى النجاح تذكى سيرة ذو دمرك الآخرين وحكو جرى قوى كبري وهلاك سبي ومال قدام بي وحكو جرى قوة تواضعي وان كبرين وان الهي يا خلق يمدنا كو كبرين وغوص اسكو بيغي وشرف قاري وشرف قواري ومقعوه بشرف لغو سوقال يمرك الله سوقال بل لو دعيني رضي الله عنه رحمه الله تعالى لو دعيني مركاسي يرتع عبر ويباكو جرى تاريخ نقفكو انو آخر يوم همدي سكر قادس همدي سكر قادس عبادتي سكر قادس هلك أمانت مرينا ويرأي صنيع وحكم إذا وصايشا مصاحبة صاحب الهمة العالية فالصاحب صاحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف رسولك صلى الله عليه وسلم عليه قفكو الله صاحب ودينتي سكو سكي قفك أدرى عدد سكو دينتي عربتنا وحينا ذا الصاحب صاحب الصاحب وصاد يا صاحب وصينا وحوية صاحب وصاحب وكجيدي وكصاحبنا وكجيدنا صاحب وصاحبنا قفك وجيدنا قدك وكجر وكبردي دو قف حيا ليدا شدا وكجري ماشا حنو كجر وكسو جيدي هدي قف في عرض الله صاحبته ونكسرنا هل كونكسر وجوبه كوجينا يا سبب مركا من وسائل رفع الهمم وحكمله مركا ربطت في عن وهي مدد الصريسين الله صاحبته سادة النوم وطيرته هرو مركا وقسادة حبا قالت دذالك وقسادة واقتباسته أدبان قرر المعلومات وقد قال مصاحبة يتأثير كي سامينت إليه ذا يوارن لا يقال سدع عضو الرضا اللي يسكو قبل سيه إلا بعض القفة وضع الصعداء دوري أيها يسكو قبت سيان يعود الرضا اللي يسكو قبت سيان أيها صفاتك كالية خلاقة كالانة اللي يسكو قبت سيان دادال كيات دادال دا الرضا ولا يسكو قبت سيان أرضي في عنان جري يعني وحوي معلمين توب دوقيه وهو ناكس لان جري دادال جري دادال كاسيس دادال كيساس وحوصو دعا مركو راعكو وقال دادال مدان دادالين هطول راعو وصمو دعايا
kii aan dadaali jirin haduu raaco la saaxiibo nin dadaala kor buu kacay marka waa inuu qofku la saaxiibo dadka wanaagsan kana dheeraado dad meel hoose maarkasaa u jiidaya oo aan himo caaliya lahayn waxaa ka mid a qofku inuu raqba u hayso oo u joogteeyo inuu kamaal gaado oo meel sare u gaado aqoonta qofku inuu jecelya inuu leeyahay nafsun tawaaqa naf aan raalli ka ahayn halka ay taagan tahay ee mar walba jecel inay horumar samayso oo ay hore u socoto waxaa ka mid a wasaayisha inuu ka fogaado wax alla wixii himmadda hoos u dhigaya himmada qofka wixii hoos u dhigaya wax alla waxaa la yidhaahda maarkasa maa laa yacniik waxaan ku husaynin een muhiim ahayn meelahaasoo la warwareego waxa weye meelahaasoo laga sheekeeyo dacaayad iyo waxaan loo joogin oo laga sheekeeyo siyaasadaha iyo kubadda maarkasa iyo intii ciyaartay iyo qoladii badisay iyo waxaasoo laga sheekeeyo kullu haada marka himmada laga hadlayo waa waxa ugu liita waxa ugu hooseeya wey adduunyada waxa ugu khasaaro badan man baaca diinahu bidunyaa kayr qofka diintiisa iibiya oo adduunye qof kale leeyahay ku iibiya markaad qof kale ka sheekaynaysa iyo ficiladiisa iyo maxay ahayd aad ka sheekaynaysa iyo kubadda tiimkaasi ciyaara iyo waxaa ka sheekaynayso maxaa kuwaa kaa husay waxa weeye wakhtigaagii qaaliga ah ayaad ka faa'idaysan lahayd ee dhallinyartu ka faa'idaysan lahayd ba waxaa ku luminaya wax qofka wax ku anfacaya sidii nebigu yidhi salawaatulla ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal wixii wax ku taraya ee nafci leh inuu qofku ku dadaalo wey waxaa himmada hoos u dhiga oo himmada yacni waxa weeyaan kor loo qaadaa hoos u dhiga qofkoo caajis iyo waxsi ka bixi waayo caajis iyo waxsi nin baa wuxuu yidhi shaacira attawaani iyo alcajsi oo iskuba macno dhow tawaaniga waa waxsi un isaguna alfutuur iyo caajis iyo qofku inuu maarkasa laysinimo weyn aanu waxba u dhaqaaqaynin oo aanu ku dhaqaaqaynin u ku dadaalaynin u fulinaynin cajsiguna waa inuu wax kari waayo uu yidhaahdo isagu ama uu yacni iscaajisiyo oo yidhaah waxaa ma awoodi karo ma samayn karo waa laba kelmadood isku dhow attawaani waalcajsi labadaasaa yaa wuxuu yidhi labadaasi wuxuu yidhi shaacirkaasi shicir buu ku tirinayo ka'anna attawaani ankaxa alcajsa bintahu wasaaqa ilayha xayu ankaxaha mahra firaashan watiican uma qaala lahu taki faqusraakumaa laa shaka an talida faqra buu yidhi waxaad moodaa buu yidhi attawaanigii inuu cajsiga u dhisay buu yidhi inantiisii tawaanigii baa wuxuu inantiisii u guuriyey buu yidhi cajsi caajis buu guuriyey isaguna caajis buu ahaa markii horeba meherna wuu ka bixiyey buu yidhi ninkii inanta loo dhisay ee cajsi buu inantiisa u dhisay meher buu ka bixiyey meherka uu bixiyey ma taqaana firaashan watiican firaash jilicsan oo raaxa leh ayuu ka bixiyey yaa firaash maarkasa jilicsan mise odaygii baa u keenay inanta dhalay ayaa firaash jilicsan u keenay meesha waa cajsi iyo tawaani waa laba wada caajis waxay iska dhalayaana ilaahay baa waxa meerkiina noqday firaash jilicsan wuxuu ku yidhi yidhi halkaa ku seexda oo halkaa cuskada kollay faqri baad dhalaysaan in kollay waxaad dhalaysaan waa faqri haddii labadaa tawaani iyo cajsi iskuursadaan iyo kasar iyo caajisnimo hadday isguursadaan waxa ka dhalanaya muxuu noqonaya faqri baa ka dhalanaya iyo faqirnimo shicirkaasuu tiriy faqusraakumaa laa shaka an talida faqra buu kollay faqri baad dhalaysaan ibn firaashka raaxada leh ku hurda firaashka raaxada leh oo lagu hurdaa macnaheegu waxa weeye waa faqri waa himma aad u liidata inuu waxa weeye qofku firaashka ka kaco oo uu dadaalo oo uu juhdi bixiyo oo uu dhidido weye si uu meel sare iyo darajo sare u gaadho cibaadaadka iyo akhlaaqda iyo aqoonta iyo wax kasta wanaagsan walaalayaal waxay u baahan yihiin qofku inuu dadaal ku bixiyo dadaalkiisana weliba meel soka aanu ku qancinayn halka ugu sarraysa meel ku hoosaysa aanu raalli ka noqon waa kii shaacirkii lahaa idaa qaamarta
في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم هديئة دلال وقلس شرف تدك جعله إن أدقاله هذا ربطين الدلال وقلس فلا تقنع بما دون النجوم بولي مال حدقها مال قوها سيساكو قنع عندك حدقها مال قوها سيساكو قنع عندك هلك وصل يسجع ابن القيم رحمه الله تعالى وحلق الشيخ لا بد للسالك من همة تصيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه وحي لقفك عابدك السالك طريق قاطه وصنصره قاضي عابدك اول اكسب صالحه وحلق ومارمان وكمار من بولي همة ينوليها عالية ودقاء أسعد سيسبل تصيره همة عالية إنه مال صريك سنين وإكوعة وسبل إنه كس عضب وعلى شعور وترقيه كرن وقاتب وكرك عسل ولا بد له من علم علمنا كمان مربي بوقفك عابدك يا مسلم كصالح أقول يا علمي كمان مربي يبصره ويهديه علم واحتصى وهنونينا كما أربعين لما لا أرمي وقفك مسلمك كما أربعين همة عالية أردقى جسوك حيسا يأقوم واحتصى وهنونيسا كما أربعين وحكو سوق بقبيني الراحة في ترك الراحة وحمد ويوي الراحة في ترك الراحة راحة ذكو مجرتو إلا صحيح يين مراها غشكي يين عاجز لنقل راحة واحد كنجرتين راحة الله يسكي لعلي هي كنجرتين الراحة في ترك الراحة والنعيم في ترك النعيم ومن طلب العلا سهر الليالي هرا اللوي ولا يد الجسر هي ميل سنقف في الدنيا حبينا الوصف الجيدة كسيحلا دي ميل مقال قف كسيحلا يا ميل مقال دادها بيوبا عندها هدي عبادة هاي يا هدي أخلاق هاي يا هدي وحبرشة هاي بقى الهمة العالية ولا ريال وحويا أهل آدي آدم ونعكسا قفك مروا البهم بيسين وكرقا دادها الكيسين واللي ماتوا ما هكال يهين الجعلاتو وحوا نعكسا لكن وين دادها الكيجية تحقيق جنتي دينا وشقيسو إلهينا تلصارتو لأنه إله سبحانه وتعالى سقع في النهاية سقع توفيق له انت سبسوك بقبينيها والسلام عليكم ورحمة الله.